قبل ما نبدأ، أول حاجة إحنا اليوم بنصور بالسطح عشان ما في تغطية عندنا بالمرة، التغطية جدا ضعيفة. تمام، معاكم أنور سنان، وأهلا وسهلا فيكم في قناتي. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن طريقة ضبط إعدادات الإنترنت أو 3G لشبكة يمن موبايل. يعني هذا الفيديو خاص باليمنيين فقط على أي هاتف أندرويد. تمام، في هذا الفيديو معانا احنا شاومي سي سي 9 اي، هذا الجهاز يعني، ونفس الخطوات طبقها على اي جهاز ثاني وبيشتغل معك النت عادي جدا. طبعا هذا في حالة جهازك ما يحتاج برمجة واعدادات عن طريق برامج زي دي اف اس ورقم برمجي وزي كذا، يعني هذه حاجات اسينشال عشان النت يشتغل معك. اوكي، في البداية تدخل الى تطبيق الهاتف، اتمنى ان التصوير يكون واضح لان احنا الان بنصور وقت الظهر، وتعمل اتصال 1 1 1 2. اوكي، بس نشغل المايك عشان تسمعوا. مرحبا بك عزيزنا المشترك في نظام تفعيل خدمة موبايل نت لمشاركي يمن موبايل. هذه الخدمة فقط لمشاركين الذين لديهم خدمة موبايل نت بسرعة الوان اكس ويرغبون بالتحويل الى خدمة موبايل نت بسرعة الـ 3G، او مشاركين الذين تلقوا خدمة تغيير الشريحة من احد مراكز خدماتنا. لتفعيل خدمة موبايل نت بسرعة الـ 3G اضغط الرقم 1. اذا كان رقمك على شريحة اضغط رقم 1. ضغطنا رقم 1 مرتين. إذا كنت مشترك في أحد باقات موبايل نت بسرعة الوان اكس، فإن تفعيل خدمة 3G سيلغي لك محتوى الباقة. لتأكيد التفعيل اضغط الرقم 1. ضغطنا رقم 1. طلبك تحت المعالجة، نرجو الانتظار. معذرة، خدمة 3G مفعلة لديك من قبل، شكرا. شكرا. هذا لاني انا مفعل خدمة 3G من قبل يعني على الشريحة، انت الاول مرة حيقول لك تم التفعيل بنجاح. بس هنا نشوف عندنا SMS وصل، خدمة الانترنت الخاصة بك الشرائح مضافة مسبقا. طبعا ضروري ما تكون الشريحة تبعك تدعم الانترنت، اذا ما عندك تروح تطلع بدل فاقد. وكمان ضروري ما تكون الشريحه متوافقه مع نوع جهازك، مثلا هذه النوعيه من هواتف شاومي تطلع شريحه من نوع معين، الايفون شرائح اسمها شرائح ماكس وزي كذا، فاهمين علي؟ باقي الاجهزه استعمل الشريحه العاديه المتعارف عليها. تمام، يعني اول شيء تروح لفرع يمن موبايل ومعك التليفون، هذا في حال عندك من الاجهزه الحديثه، وهم حيجيبوا لك شريحه موافقه. الان بس تدخل على الاعدادات، تمام، حتدور على شبكات الجوال وبطاقات السيم، واحيانا بتكون هنا ثالث خيار او رابع خيار، احنا بس عندنا هنا اول خيار بهواتف شاومي. هنا تختار يعني الشريحة تبعك، لان هذا الجهاز شريحتين بيعمل لك 1 و2. انا عندي هنا شريحة 2 يمن موبايل، نفتحها. هنا تختار اسماء نقاط الوصول، تفتحها. هنا عندنا هذا مثلا، انا بعمل له ديليت، بس نشوف من هنا حذف. ايوه حذفته. انت احتمال يكون عندك فاضي، واذا عندك تحذف وتضيف هذه الاعدادات، تعمل اسم نقطة وصول جديدة، الاسم سميها يمن موبايل، الاول كابيتال حرف الواي يمن موبايل، تأكد ضروري يكون له كابيتال وسمول بهذا الشكل. حسنا، اي بي ان، تحط هاشتاج 777. هنا اسم المنفذ البورت تحط 80. هنا اسم المستخدم تكتب يمن موبايل كل سمول، واي فقط مش تكتب يمن كامل، موبايل. اوكي، تكتبها بهذا الشكل. عند كلمة المرور تعيد كتابة نفس اليوزر نيم واي موبايل. حسنا، خلاص كل شيء تمام، تعمل كذا باك، تعمل حسنا. الآن كل شيء تمام، نعمل بس باك. نعمل باك. هنا تجوال البيانات، بيانات التجوال، ممكن هذه تفعلها، هي مو ضرورية، بس بيانات التجوال تخليها دائما ولا تخليها أبدا، يعني ما في أي مشكلة. الآن بس كذا تسحب، تروح على السيليولار داتا، بيانات التجوال، تعمل لها إنيبل، نشوف اشتغل النت ولا لا. اوكي اشتغل، نروح مثلا على الواتساب. اوكي اشتغل، بس مثلا نجرب نعمل رسالة، سجل رقمي.
اوكي. هذا الواتساب تبعي، هنا مثلا نعمل رسالة، هاي رسالة وصلت زي ما انتم شايفين، وصلت صح واحدة، يعني هذا دليل على ان الانترنت شغال. مثلا نروح هنا من المتصفح، اكتب اسمي، نشوف الانترنت شغال ولا لا. وهو شغال يا جماعة، بس يعني عشان تتأكدوا انه شغال. من هذا الفيديو انا حاولت اني الم لكم كل شيء في فيديو واحد، بدل ما تشوفوا لكم اكثر من فيديو. طبعا لازم ما يكون عندك اشتراك باقة انترنت، ولا يكون عندك رصيد عشان تأنتر. الموضوع سهل جدا، لا تنسوا تشتركوا في قناتي، تفعلوا لي جرس الاشعارات، تعملون لايك لهذا الفيديو، تكتبوا لي اراءكم اسفل الكومنت، سووا له مشاركة على شبكات السوشيال ميديا مع الاصدقاء. مع السلامة.